دكتور هي منيحة مو؟ انت لا تاكل هم تكاليف العلاج ابدا ايه؟ رح نتحمل كل التكاليف، بس لو سمحت تنقذ ماما بترجاك دكتور. اكيد لا. دكتور بس قلي، الابرة اللي انت عطيتني اياها، اذا حدا كبير بالعمر اخذها شو بيصير فيه؟ هي ممكن تكون خطيرة، لازم تعطيه الترياق فورا او شو؟ ممكن الشخص اللي اخذها ينشل للابد. وبعدين ليش عم تسألي هالأسئلة؟ طيب إذا صار هيك شيء أنت تقدر تتعامل معه ما؟ شو قصدك؟ أنا دكتور مو قاتل، وإذا عملتي مثل هيك شيء ف... حولت لك مليونين روبية، واثقة إنهم بيكفوا. صار فيك تحلى مو هيك؟ هي تعرضت لنوبة شلل كانت قوية كتير. بعتذر سيدي، بس هيك حالات بيكون بدها وقت وبتكون نسبة الشفاء فيها ضعيفة كتير. شو عم تحكي انت؟ ديشا اتصلي بدكتور العيلة يجي يشوفها، يلا بنتي اتصلي فورا. انا اتصلت مع الدكتور وقال لي انه جاي لعنا على البيت. اذا اجى دكتور تاني لهم بتخرب كل خطتي. بس انا ما بعرف ليش هو تأخر لهلا. اسمعك شاي، اسمع. بس انت ليش بدك دكتور تاني؟ هو افضل الدكاترة بمنطقتنا. لو ماما كانت، ما كان صار كل هاد بستي. ماما؟ ماما بتعرف بهالشي صح؟ ايه، وكمان انا ما بعرف ليش ماما ما اجت لهلا. ما رح يكون سهل على ابرجيتا تجي لهون بعد اللي عملته. يلا يا مدام وقفي. واثقة انه مهيني ورا هالقصة. لا تخاف سيد سينغ، أنا عطيتها أبري شوي تانية وبتصير أحسن وهلأ بتشوف. فيني إلك إنه عنا مشفى متطور كتير وفينا ناخدها تتعالج. بس بمدينتنا في كتير مشافي منيحة كمان، فليش لحتى تاخد ستي برا المدينة للعلاج؟ هي المشفى هي أفضل مشفى، ما رح تلاقوا أحسن منها، والدكاترة هنيك دائما متواجدين، إمتى ما بتطلبون رح يلبوكوا. سيد سينغ، وأهم شغلة إنه مطورين دواء جديد لهيك حالات برا البلد وأكيد رح يفيدها. وإذا بتوقع عوراق الموافقة نحنا فينا نطلب الدواء بأقرب وقت ممكن. أكشاي اسمع، بظن لازم نمشي بهاي القصة. ستي ماما، ستي عم تسمعينا؟ ماما أمي، فتحي عيونك. بعدي فضل شوف أمي صحيت هلأ. بتمنى ما يكون هالدكتور عم يعالجها لاختيارة المشاكل هي عن جد.